ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. مرحبا، كيفكم؟ معكم كوتش بلال. نحكي اليوم عن موضوع كتير مهم، اللي هو تعليم الأطفال السباحة في سن مبكر. صار كثير من الناس بالعالم العربي بيحبوا يسجلوا أطفالهم السباحة بعد ما عرفوا الفوائد العظيمة لتعليم السباحة في سن مبكر. نحكي عن الفوائد في ثلاث نقاط. أول نقطة، بتنمي للطفل ثقته بنفسه وعدم خوفه من المي، وتعطيه كمان نوع من أنواع الاستقلالية، خصوصا الأطفال اللي متعلقين بآبائهم وأمهاتهم. وهي الشغلة كنت أشوفها كثير لما أجي أعلم الأطفال، أنه بضل متمسك بأبوه وأمه مش راضي ينزل بالمي. تاني نقطة، أن السباحة بتعمل على تنشيط الدورة الدموية وبتقوي الجهاز التنفسي وبتزيد السعة الحيوية اللي هي القدرة على أخذ الأكسجين. بالإضافة لأنه السباحة بتعالج العديد من الأمراض مثل انحرافات القوام، مرض الربو وفرط الحركة الزائد. بنقسم تدريب السباحة حسب الفئات العمرية التالية. الفئة الأولى من سن 7 شهور لسنة، بنعلم الطفل كيف يكتم نفسه تحت المي من ثانيتين لخمس ثواني، بالإضافة أنه بنعلم الطفل كيف يسبح على ظهره لحاله. الفئة الثانية من سن سنة لسنتين، بنعلم الطفل كيف يسبح لعند حافة المسبح لحاله، بحيث لا سمح الله أنه وقع بالمي يقدر يرجع لعند حافة المسبح لحاله. الفئة الثالثة من سن سنتين لثلاث سنوات، بنعلم الطفل كيف يسبح لحاله بدون حاجة الأب أو الأم أنهم يكونوا معاه بالمي. وأنا بنصح جميع الناس أنهم يسجلوا أطفالهم السباحة وما يترددوا، بس يختاروا المكان المناسب والمدرب المناسب. وشكراً لكم.